لكن معايا دلوقتي النائب احمد دياب، لانه الحقيقه مقدم كمان طلب احاطه، هو عضو مجلس النواب ومقدم طلب احاطه بخصوص الاسعار والمقاطعه تحديدا والمشهد ده كله. سياده النائب مساء الخير وبرحب بك في الخلاصه. مساء الخير يا فندم عليكم وعلى حضرتك. بتتابعوا مشهد المقاطعه ده ازاي؟ والله حضرتك المشهد المقاطعه ده يعني مشهد بيعبر تعبير جيد جدا عن اليات ضبط السوق. اليات ضبط السوق طلع عرض وطلب، فطول ما في طلب على السلعه فسعرها من حق ممتلكها يسعرها بالسعر اللي هو شايفه المناسب ليه او اللي هو عايزه، ولكن عندما يقل الطلب على اي سعر سلعه موجوده في السوق فهنا بيبدا مالك او حائز السلعه او مالكها يرضخ لرغبات الطالب نفسه. فالمقاطعه بتاعه السمك اللي حصلت في اسكندريه وانتشرت عدواها في الجمهوريه كلها هي بتعبير ادق، هي يعني تنفيذا لمقوله فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحاجه اللي تغلى ما تشتروهاش. ما حدش من الناس، قعدنا بقالنا سنه ما حدش من الناس عمل كده. المقاطعه اللي حصلت هيحصل ايه دلوقتي؟ احنا كان عندنا بديلين، يا هناكل سمك يا هناكل فراخ. طب اسعار السمك هي نزلت اوتوماتيك ومش هتطلع تاني، الناس ثبتت سعر اي سلعه عند 68 جنيه والدولار نزل ما نزلوش تاني، هم كل الذره سعرها ثابت. يمكن الجهتين اللي قدروا ينزلوا الاسعار بتاعتهم، السيارات نزلت من 20% ل 33% والاجهزه الكهربائيه نزلت حوالي 30%، بقيه الاسعار كلها ثابته زي ما هي. انت ثابت ليه؟ ما الدولار نزل وانت اصلا ما اشتريتش ب 68، انت كنت بتعلي احتياطي، ولكن الدولار بيعلي بقى للي جاي، يعني اضمن نفسي والناس بقى تولع بقى. ما حدش فعلا دفع، طب ما حدش اشترى سلعه ب 68 ولكن هو علّى سعرها من ابو 68، طب الدولار نزل وثبت وخلاص والحمد لله عندنا استقرار والدوله وفرت دولار وافرجت عن البضائع من المواني وبذلت جهد كبير جدا عشان تهيئ الظروف الاقتصاديه، ما نجيش بقى كل واحد يقف يعلق على شماعه يعني. تمام يا فندم. فاللي حصل ده في اكيد الاخوه الافاضل اتكلموا عنه، انا مش بنتكلم دلوقتي عن السمك ولا الفراخ. مثلا سعر الذره المحلي كان ب 2800 بقى ب 1800 النهارده، طب انت ليه ما نزلت سعر الفراخ وليه اللحمه سعرها ثابت؟ والكلام ده زي ما حصل مقاطعه في الاسماك يحصل مقاطعه في اللحوم. اسبوع واحد حضرتك هتلقى اللحمه سعرها هينزل 220 جنيه. يعني الدور الجاي على اللحوم. في حاجات ثانيه طبعا، احنا المفروض ان احنا يعني من ضمن الطلبه اللي حصل حضرتك الملابس سعرها اتضرب في 2 وفي 3 وفي 4. ما هو اذا احنا استخدمنا سلاح المقاطعه ده بوعي وبشكل فعال هو ممكن تطبيقه على كل السلع اللي اسعارها بترتفع بشكل مبالغ فيه او غير منطقي وغير مبرر. دي نقطة الحقيقة مهمة، وأنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا النائب أحمد دياب.